وصلت طائرة إجلاء إماراتية من مطار بورت سودان إلى مطار أبوظبي الدولي. هذه الطائرة حملت على متنها أكثر عن 126 شخص من 16 دولة، وأتوا اليوم على استضافة من دولة الإمارات العربية المتحدة. يصلون الآن إلى مطار أبوظبي الدولي، ويتم الآن الانتهاء من إجراءات دخولهم إلى مطار أبوظبي الدولي. والله الحمد لله، في البدء نشكر دولة الإمارات حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وإتمام عملية الإجلاء، الحمد لله على أكمل وجه. الحقيقة الوضع في السودان صعب جدا، الناس طبعا كانت شايلة هم وخايفة والدنيا حرب وجوطة، لكن الحمد لله الأمور عدت على خير. طبعا فوق ما تتصور، يعني مسافات طويلة جدا وأيام طويلة من السفر وتعب، وإن شاء الله ربنا يصلح الحال إن شاء الله والأمور ترجع زي ما كانت إن شاء الله. اليوم دولة الإمارات خصت بهذه الطائرة الاهتمام بأصحاب الأولوية في الرعاية الصحية من كبار السن والأطفال، وكذلك المحتاجين لرعاية عاجلة هناك في السودان، على أن تصل رحلات قادمة في المستقبل القريب ضمن الدور الإنساني التي تقدمه دولة الإمارات في إيصال الرعاية من مختلف دول العالم إلى بر الأمان، إن كان في دولة الإمارات أو في بلدانهم. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، مطار أبوظبي الدولي.